حيو الحمد لله كريم، نحييكم مرة أخرى من طلقات الخير والبركة. أيضا تابعتوا عنا الشوط الأول، تابعتوا شوط مشكور راشد بن ذياب الهاشمي، أيضا شوط الثاني شوط القعدان الأول للصحاب عبر جائزة محمد بن نكد المدهوشي. جائزة هذا الشوط سيف مقدم من محمد بن نكد المدهوشي للقعدان، ناخذ مقدمة الشوط اللي في المركز الأول. أيضا مفتي خذ المركز الأول يابر بن سطيف بن علي المدهوشي، والمركز الثاني مركز الثاني مشاغب خذ المركز الثاني، مشاغب سعيد بن ناصر بن حمد المدهوشي، والمركز الثالث المركز الثالث مليون ناصر بن سعيد بن هني المدهوشي. نعود إلى المركز الأول ونعود إلى مفتي 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 في مقدمة الشوط يابر بن شطيط بن علي المدهوشي، ما شاء الله على هذا العرض اللي قدمه مفتي سلالة مفتي إذا صح الكلام، هذا هو مفتي في المركز الأول، سلالة مفتي العاصفة في المركز الأول يابر بن شطيط بن علي المدهوشي، هذا الشعار لم تغيب عنه الشمس. والمركز الثاني وصول للمركز الثاني مليون ناصر بن سعيد بن هني المدهوشي، ولكن نعود إلى مفتي، مفتي هو السيف والسيف المفتي ما شاء الله، ولكن ذي بالك وصول للمركز الثاني المليون في المركز الثاني ناصر بن سعيد بن هني المدهوشي، والمركز الأول لا زال مفتي بدون أي وامر ولا شبه وامر من مضمر مالكه يا بن مشتيف بن علي مدهوشي التهني والناموس، والمركز الثاني مليون ناصر بن سعيد بن هني المدهوشي، المركز الثالث مشاغب سعيد بن ناصر بن حمد المدهوشي. نعود بالتهنئة والناموس إلى يابر بن شطيط بن علي المدهوشي.